قال لك خصك الشجاعه السي محمد باش تدوز الفعل. هذه هي النقطه اللي عليها مربط الفرس كما كنقولوا. خصك الشجاعه باش تبدا، خصك الشجاعه باش تمشي في واحد الطريق اللي عمره ما مشى فيها شي واحد، خصك الشجاعه باش تنوض في الصباح وتقول واخا غنفشل غنعاود، خصك الشجاعه باش توقف واحد الوقفه وتصدى لديك العاصفه ديال الهضره ديال الناس، حيت الناس غيشوفوك كتمشى فوق الماء واش غيقولوا؟ مسكين ما كيعرفش يعوم، ما غيقولوش واو راه كيتمشى فوق الماء. ولا كانت كتهمك الهضره ديال الناس اكثر ما كيهمك سيدي ربي، غير دخل جلس في داركم وبلا ما تدوز الفعل، بلا ما دير حتى حاجه. ولكن الانسان خاصو يحاول يجاهد في نفسه ويتشجع شي شويه، اي حاجه بغيت نديرها في الحياه نتوكل على سيدي ربي ونسى لي الناس شنو كيقولوا الناس شنو غيقولوا عليا. انا من نهار بديت كيقول لك ياسين خويا تبدلتي، كنلقى مع الاصدقاء تبدلتي، قلبتي علينا وجهك، ما بقيتيش. ولكن انا راسم عندي فلسفه في الحياه وعندي واحد الهدف وراسم باغي نوصل ليه، ياك؟ وهذه امور طبيعيه.